توقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر التعاقد على إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 20 ميجا وات سبتمبر المقبل بمدينة الغردقة. وقال الوزير إنه سيتم تنفيذ المحطة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، وأنه جار حاليا اتخاذ خطوات طرح مناقصة لاختيار مقاول تنفيذ المشروع. وأوضح الوزير أنه سيتم بدء المشروع في إنتاج الكهرباء في منتصف عام 2019، وأن الطاقة المتوقع إنتاجها تبلغ حوالي 32 جيجا وات لكل ساعة، توفر حوالي 7000 طن بترول مكافئ، وكذلك الحد من انبعاث نحو 17000 طن ثاني أكسيد الكربون.